اللغة الصينية كانت حديث المجتمع خلال الفترة الماضية، ولكن فواز تركستاني حول هذا الحديث إلى واقع وراح واجتهد وذهب إلى الصين ليتعلم هذه اللغة. الزميل مهند قحطان زار فواز تركستاني وخرج لنا بهذا التقرير، نتابع. إي أر سان سي و ليو تي با تيو شي. والله بداية قررت أتعلم اللغة الصينية يعني بعد إدراجها في المناهج، لأني شفت إنه في من اللغة الصينية لها مستقبل. صح إني ممكن ما واجهها، أنا خلاص إن شاء الله يعني في آخر سنة في الثانوي، لكن ممكن احتمال كبير إنها تفيدنا في المستقبل. خصصت تقريبا ساعة يوميا يعني أبحث فيها وأحاول أتعلم فيها يعني أكثر قدر يعني أقدر يعني أتعلمه من اللغة الصينية، وأبحث يعني من المقاطع الصينية والأشياء هذه، يعني أدخل وأبحر يعني في ثقافتهم. إلى ما الحمد لله يعني سافرت إلى الصين، فهذا الساعة هذه اللي كنت مخصصها يوميا ساعدتني إني أتخطى يعني حاجز الصدمة الثقافية مثلا عندما يعني لو وصلت يعني مثلا في الصين. سكنت أنا في بيت العائلة وسجلت في المعهد، بس كان المشكلة يعني اللي واجهتني إنه بين البيت والمعهد ساعتين، فصراحة يعني هذه من الأشياء الصعبة اللي واجهتني، من التحديات اللي واجهتني. الكل عارف يعني لما تكون مغترب تبغى أي شيء يربطك ببلدك، فأقرب شيء كان من يوم ما وصلت هو القنصلية، كان يربطني يعني بالبلد. وغير كذا إنه أنا يعني ما كنت أعرف أي أحد هناك، فروحت هناك بدون تردد وكنت أصلي يعني كل جمعة هناك. طبعاً بعد ما قابلني القنصل حسيت إنه الموضوع صار أهم، وصار عندي يعني مسؤولية أكبر إني أتمم هذه المهمة وإني إن شاء الله أتقن اللغة الصينية بشكل كامل. والله صراحة هدفي الأول وهو يعني صراحة اللي يعني حاط نصاب عيني عليه إني أخلص أتقن اللغة الصينية وأتعلمها بالكامل. بعد كذا إن شاء الله أكمل دراستي في الصين، يعني زي ما الكل عارف الصين عندها مجموعة جامعات لا يساهم بها، ويعني بإذن الله يعني أكمل دراستي في الصين، وهذا هو الهدف يعني بعد إتمام اللغة الصينية بإذن الله.